بس في ضغط على المدارس دي الحقيقه, وفي ويتنج ليست كبير قوي, والناس صحيح. بتترجع عشان تدخل اولادها. لا وخريجيها يعني. الحقيقه بيشتغلوا النهارده قبل بكره كمان. على فكره خريجين يمكن الدكتور حسن بيقول لنا خريجين الاوائل بيطلعوا مدارس خاصه يعني من ضمن. بس خلينا نقول ان الجامعات الخاصه ما انشات في عصر الرئيس محمد حسني مبارك سنه 1994 كان ليها اهداف ثلاثه, اهمها ان هي بتنافس الجامعات الحكوميه وتقدم خدمه تعليميه افضل والكواليتي بتاعتها في الاساتذه والبرامج وتدي تخصصات جديده مش موجوده في الجامعات وليس التكرار اللي موجود. ايضا ان هي بتستوعب عدد من الطلاب لان التعليم قضيه مجتمع وليس قضيه وزير او وزاره. فالمفروض ان احنا ننظر للجامعات الخاصه على انها الاساس مش على انها الاضافه الاساس, لان الجامعات الحكوميه جامعات الاعداد الكبيره والامكانات الفقيره في كل حاجه. لكن الجامعات الخاصه اما بتختار الاستاذ بتشوف اختياره مبني على اسس, مش اي استاذ تجيبه. اما بتحط مقرر او حاجه وبيعتمد من مجلس الاعلى للجامعات بيكون مبني على اساس علمي. اما بتادي تكنولوجيا او بتقدم انشطه او بتقدم يمكن هي مشكلتها ان ما بتقدمش بحث علمي. الجامعات الخاصه دي الفريضه الغائبه ان هي ما بتخدمش المجتمع لان الجامعه ليها ثلاث وظائف. اي جامعه ليها ثلاث وظائف. الوظيفه الاولانيه اللي هي نقد التعليم, نقد المعرفه وليس نقل المعرفه. يمكن في الجامعات الحكوميه نقل المعرفه وليس نقد المعرفه. الحاجه الثانيه نقل المعرفه وليس نقد المعرفه. المفروض احنا بنعلم الاولاد يفكروا ونتنقلوا من ثقافه الايداع لثقافه الابداع, ومن ثقافه التحصيل لثقافه التفكير, ومن ثقافه الحفظ لثقافه الفهم والابداع. ايوه الحاجه الثانيه الجامعات بالاضافه الى العمليات التعليميه اللي هو البحث العلمي. الجامعات الحكوميه طبعا البحث العلمي اساسي فيها وموجود وبتدي الماجستير والدكتوراه وكل حاجه. يا ريت الجامعات الخاصه هذا العمل برضو يكون يعني نحس ان الجامعات الخاصه دي لا تقل عن الجامعات الحكوميه لان انت مش قادره تعلمي. انت نسبه المتعلمين نتكلم بوضوح بقى, نسبه المتعلمين في مرحله العمريه من 18 ل 21 اللي هم سن التعليم الجامعي 29% اذا بصيتي فيهم التعليم المفتوح والانتساب الموجه. طب هي الجامعات والمفروض تصل ل 40%. الجامعات الخاصه لا تعطي درجات الماجستير والدكتوراه. الجامعات الخاصة يعني لسه غير مؤهلة الآن. لا يا فندم, لا 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 بعد إذنك, احنا خرجنا, احنا بندي ماجستير في ثلاث كليات عندنا في طب الأسنان وفي الصيدلة وفي الهندسة يعني بداياتها. خرجنا يا فندم, وبالعكس احنا عندنا حراك في كل كلية مجلة علمية مع السفير لا مش موجودة في الجامعات الحكومية كله. ده شيء جميل بس انا بتكلم في العموم يعني مش في جامعة واحدة او اثنين. لكن الحاجة الثالثة بقى ان من مهام الجامعات خدمة مجتمع وتطوير المجتمع والبيئة, فدي برضو مهمة لابد ان الجامعات الخاصة طيب. تقوم بيها. ما هو ده بقى السؤال كمان التالي, لأي مدى حضرتك شايف انه بالفعل الجامعات الخاصة بتحقق الأهداف اللي بنيت من أساسها؟ الجامعات الخاصة يعني فيما أعلم يعني صح للدكتور الأساتذة ان بتستقبل 3% من عدد المقبولين في التعليم الجامعي. 3% يعني بس؟ لا أكثر شوية. يعني توقعت ما زالت النسبة قليلة فعلا, ما تزيدش عن 130 ألف يمكن, في 130 140 ألف يعني ما تزيدش عن 10%. احنا عندنا كام جامعة خاصة يا فندم؟ عندنا حوالي 22. هي في بعضهم يعني اللي شغال, لأن في بعضهم لهم قرارات ومش شغالة, حوالي 22 اللي شغالين. 22 هم بدأوا بأربعة, أربع جامعات سنة 94 وبعدين ربنا سهل. احنا عاوزين. طب دي داخل فيها المعاهد العليا كمان؟ لا 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 مش تبعنا. لا لا يا فندم مش تبعنا. تمام. فاحنا يعني عايزين ان الجامعات الخاصه تقوم بدورها اكتر, نديها حريه اكتر. من يعني لا من الحكومه لا منها ولا كفايه شرها. طب ما تسيب الجامعات الخاصه تقول لك لابد نسبه المجموع اللي بيقبل في الجامعات الخاصه في الهندسه او الطب او الزراعه, ما تسيبوا الكلام ده, سيبوا الجامعات دي تقوم باعبائها, تستوعب تفتح زراعيها, لان احنا نسبه التعليم الجامعي الان منخفضه جدا, خاصه ان في ناس التعليم الجامعي كاعداد بصفه عامه. بقول لك 29% من الطلبه. لا احنا طب خلينا